اوكي، اولا ميرسي جدا نايل دراما للتكريم الحلو ده. حلو قوي لما الواحد بيحس ان في حد مهتم بالحاجات اللي هو عملها من كل قلبه وبيحترم ده فبيكرمه. فانا بالنسبه لي النهارده فعلا انا سعيده جدا جدا جدا، واساسا انا من متابعين نايل دراما، وعلى طول هما بيعرضوا ليلى مراد فببقى مبسوطه ان هما بيدلعوني يعني بصراحه. فميرسي جدا للنيل دراما والقائمين عليها على الجائزه الحلوه دي. مبسوطه ان الحمد لله الشغل اللي احنا اشتغلناه ما راحش كده، الحمد لله يا رب الحمد لله. عندي ان شاء الله باذن الله السنه دي في رمضان عمل تاريخي اسمه السلطان والشاه، بطوله عابد فهد ومحمد رياض وكمال ابو ريه، وهكون انا موجوده معاهم باذن الله، وعدد كبير من النجوم اخراج الاستاذ محمد عزازيه. يعني متفائلين فيه خيرا. وعندي حاجات في سوريا، عندي مسلسل احمر اخراج جود سعيد، بطوله سلافه وخيرجي وعباس النوري وانا وعبد المنعم عمايري، يعني معانا عدد كبير من نجوم سوريا. وهشارك لاول مره في بقعة الضوء، يعني لاول مره في سلسله طويله قوي المسلسل بقعة الضوء لاول مره هشارك فيها باذن الله. دوري هنا مختلف كتير قوي عن إيلين اللي انا عملته في اوراق التوت. مش عايزه احرق كتير في الشخصيه، بس هي شخصيه بنت بتدافع عن باباها الرمق الاخير، وبابايا بالمناسبه استاذ احمد ماهر اللي انا ليا الشرف ان انا اشتغل معاه. فيعني هيكون في حاجة ليها علاقة بأن البنت لما عايزة تدافع عن باباها هتبقى عاملة ازاي. يعني هبقى راجل ومش راجل بس مش عايزة أقول أكتر من كده. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org